كاينه قبل هذا نفس الشيء بالنسبه للدوره الثانيه. احنا بالنسبه لنا نقيم الدورتين السابقتين بانهم دورتين ناجحتين بكل المقاييس. وهذه فرصه باش نعرج على الامور اللي قالها السيد دانسي. انا بهذه فرصه باش نشكر جميع من اشتغل معنا في هذه في في في, في الدورتين السابقتين وفي هذه الدوره كذلك. وهم الأغلبية فيهم طاقم علمي، طاقم إداري، طاقم. أقول بأنهم دورتين ناجحتين، يعني أنه نأمل إن شاء الله بحول الله، ويعني أنه ونحن متفائلين بأن هذه الدورة إن شاء الله بحال تكون حليفة سابقتيها بأن تكون دورة ناجحة بكل المقاييس. بالنسبة للفكرة اللي طرح جميع التظاهرات، خاصة طاقم الشاب اللي كيعمل مع السي محمود اللي معاه هنا في تاسمتو اللي كيسهروا لملتقى أفولي للمسرح الأمازيغي الذي تمضمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة في الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. هي تظاهرة تنظم هذه السنة تحت شعار المسرح الأمازيغي مستمر التعديل الثقافي إلى صناعة الفجر. ستعرف مشاركة عدة فرق مسرحية من مختلف جهات المملكة التي تتبارى حول جائزة وطنية للمسرح سميت جائزة أفولي للمسرح الأمازيغي. بالإضافة إلى ذلك هناك أنشطة موازية تتمثل في ورشات موضوعاتية حول الصناعة الثقافية الإبداعية، بالإضافة إلى ندوات علمية وحوار جهوي حول التجارب المسرحية بالجهة وفخ نظام مقاولاتي، بالإضافة إلى إصدارات توقيع إصدارات أدبية، وكذلك أنشطة موجهة للطفل. في هذه السنة كذلك ستتخلل هذه التظاهرة تكريم أحد رواد المسرح الأمازيغي ويتعلق بالمخرج والفنان والمبدع حسن بعيدة، وكذلك الفنانة والمبدعة فاطمة جوطان. هذه الدورة دورة ثالثة تأتي في ظروف صعيبة وعصيبة، يعني أنه نحن إلى حد ما يعني أنه في الأشهر الأولى، قلنا الشهر الأول تقريبا باش بلادنا عرفت. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.